طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. مباشرة بعد إعادة الحركة الجوية إلى طبيعتها العادية بعد جائحة كوفيد 19، جميع المؤشرات كانت تدل على انتعاش سريع وشيك لحركة المسافرين. ففي سنة 2023 سجل مطار طنجة ما يقارب 1,914,000 مسافر، ما يمثل زيادة ديال 42% بالنسبة لسنة 2019، ونرتقب زيادة بنسبة 25% ما تم نهاية سنة 2024 اللي كتمثل واحد عاوتاني 2,400,000 مسافر تقريبا من هنا لنهاية السنة. كتدابير استباقية لمواكبة هذا النمو السريع وغير المنتظر للحركة الجوية بمطار طنجة، قامت إدارة المكتب الوطني للمطارات بتنفيذ واحد الإطار مشروع متكامل وشامل يعرف بكويك وينز، يعني مكاسب سريعة، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار وامتصاص تدفقات المسافرين. هذا المشروع تم تنفيذه عبر ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي إعادة هيكلة المحطة الأولى التي كانت مخصصة لبعض الرحلات الخاصة كالعمرة والحج، يعني إعادة تجديدها وهيكلتها وتخصيصها لعمليات الوصول استقبال المسافرين عبر الرحلات الدولية والرحلات الداخلية. هذه المحطة تم تشغيلها في نوفمبر الماضي. المرحلة الثانية هي إعادة عاوتاني المسالك ديال المحطة الثانية وإعادة هيكلتها وتخصيصها للرحلات المغادرة. هذه الأشغال مكنتنا من فضاءات، من زيادة فضاءات خاصة بالمسافرين، فضاءات تجارية وبوابات إركاب إضافية، تقريبا 12 بوابة للإركاب. من هذه المحطة الثانية تتغادر 180 رحلة أسبوعيا إلى وجهات دولية ووجهات داخلية. المرحلة الثالثة من هذا المشروع هو اللي كان احتفلوه به اليوم، واللي هو بداية استغلال المحطة جديدة للرحلات الداخلية للمساحة ديالها 600 متر مربع، وتتمكن من جميع المواصفات وجميع المتطلبات للمسافرين ديال الرحلات الداخلية. للإشارة، فالرحلات الداخلية يعني ارتفعت ب 67% في هذه الخمسة الأشهر الأولى مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023. كذلك عدد الرحلات الأسبوعية ارتفع من 12 إلى 24 رحلة أسبوعيا. هذه الإجراءات السريعة اللي قام بها المكتب المطارات موازاة مع عدد الإجراءات أخرى تخص تحسين وتجويد التدابير الأمنية والسلامة والجودة في العمليات المطارية، تجديد وصيانة المعدات والبنايات، كلها تكب في الوصول إلى طاقة استيعابية مريحة
خلال 4 أو 5 سنوات القادمة. على المدى المتوسط يخطط المكتب الوطني للمطارات لبناء مبنى محطة جديدة إن شاء الله بحلول عام 2028، حيث تم الانتهاء من الدراسات المعمارية الخاصة به، وسيتم طلب العروض إن شاء الله في الأشهر القادمة. يندرج هذا المشروع الكبير في إطار استعدادات بلادنا لاستضافة كأس العالم 2030.